حقيقة اليوم محور حلقتنا محور مشترك تهتم بكل بلداننا العربية، إن كان على صعيد فلسطين الصامدة برجالها ونسائها وشهدائها ودماء الشهداء التي ما زالت تقاتل على مدى أعوام طويلة للتحرر من الإرهاب الكبير هو العدو الإسرائيلي، وأيضا أردننا اللي حقيقة هي بوابة صد حقيقية لبلداننا العربية، أردن النشامة والنشميات الأردنيات بمواقفهم المهمة، وأيضا مصر الحبيبة اللي هي حاضنة حقيقية لكل العرب، مثل ما نشوف احنا دائما نكون في ضيافة مصر نحس نفسنا في بلدنا الحقيقي وكأنما أنا متواجد في العراق وكل البلدان أيضا إن كان على صعيد الأردن وفلسطين. اليوم حلقتنا مهمة، راح نتحدث عن الإرهاب وتداعياته ومخاطره وظهوره في كل البلدان العربية وصراعنا ومعاركنا الحقيقية ودماء شهدائنا التي حررت الأرض. أكيد أحمد، وكما تعلمون مشاهدينا أيضا بأنه الإرهاب لا دين له، لا معسكر له، يعني يحاولون يستخدمون أيضا الفكر المتطرف ويغزو به يعني العالم أجمع، أيضا من خلال جيوشهم، من خلال إقلاق راحة الدول، ونعلم بأنه هو موجات يظهر في كل موجة بفكر آخر، يستغل ظروف كل دولة ويدخل من خلال خلايا نائمة. فالله يعني يا ربي شافي العالم أجمع من هذا الفكر المتطرف القائم على الفكر والمعلومات. وادعونا بكل تأكيد أن نتحرر من إرهاب الاحتلال الإسرائيلي، وهو شكل آخر من الإرهاب المعروف في العالم، إرهاب المسلمين والمسيحيين الذي تابعتموه في شهر رمضان المبارك من الوصول إلى الأقصى وكنيسة القيامة، إرهاب المواطنين الفلسطينيين واستهدافهم بالقتل والتدمير والتشريد في كل الجغرافيا الفلسطينية. يعني الوضع هناك مختلف تماما، مأساوي تماما وصعب تماما. أتمنى إن شاء الله أن تتحرر البلاد ويعم الأمن والسلام في فلسطين بعاصمتها القدس إن شاء الله. أكيد أكيد نتمنى الخير، وزي ما أنا أحمد بدأ من البداية أنا بحييكم تاني من القلعة، القلعة المصرية تعطي إحساس الأمن والأمان، يعني لأنه التاريخ والحضارة هو دائما في ظهر الشعوب، كل الشعوب بيبقى تاريخها وحضارتها دائما هو السند والدعم. حسين هذا الحجر يعطيك قوة وصمود وتحدي. طبعا وإحنا قد الحجر والصمود. خليني أقول كمان لكل مشاهدينا، مصر خاضت الحقيقة سنوات طويلة جدا ضد الإرهاب، وما زالت مصر كانت ترفع دائما شعار يد تبني ويد تحمل السلاح طول الوقت، والمجتمع المصري يدا بيد، الجميع يتعلم يبني ويعمر، وحتى ضربات الإرهاب كان يعديها المواطن المصري لأنه ينظر إلى الغد، يحمل كل الأرواح على الأكتاف، ولكن باسم هذه الأرض الكريمة والوطن الكريم نحلم دائما بأن نقضي جميعا على ما يسمى بالإرهاب. طبعا يا شافكي أكيد المواقف العربية واحدة في كل بلداننا العربية، لكن لا ننسى دماء وتضحيات شهدائنا إن كان على صعيد فلسطين ومصر والأردن والعراق بخوضنا المعركة المهمة وهي تحرير الأرض العراقية من جرذان داعش، وكانت نهايتهم المأساوية على يد أبطالنا من جنودنا وقواتنا الأمنية بكل صنوفها وكل مسمياتها. فأحب من خلال تواجدنا في برنامج بيت للكل أقول أبو ذية من الشعر العراقي لكل مقاتل. طبعا المقاتل نقول له هلك هلك بزنودك من الخوف لاذت، والمنايا لجل عين الوطن، لذت عدوك لا ضمير لا بخت لا ذات، انت ابن البخت وابن الحمية. وأكيد الرحمة لكل شهداء بلداننا العربية والصبر والسلوان لعوائلهم وذويهم. نعم، ويمكن أكيد يعني كل دولة منا مرت في تجربة مؤلمة، ما بننسى أنه كمان الأردن مر في تجارب عديدة جدا، تفجيرات عمان اللي لحد الآن إحنا يعني منعيش ذكراها كل سنة، حتى نذكر كل الأردنيين بأنه يجب أن نقف صفا بصف حتى أنه نواجه هذا الفكر. خسرنا شهداء أبناء وطن، خسرنا من القوات المسلحة الأردنية الشهيد أيضا معاذ الكساس، الشهيد ياسر سائد المعايطة وغيرهم أيضا من الشهداء، لكن دخول الأردن بجهود جلالة الملك أكيد للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وغيره من التحالفات الأخرى، وعي المجتمعات، إحنا لعبنا كتير أيضا على دور المؤسسات التنشئة الاجتماعية في مكافحة الفكر المتطرف من المدارس من الجامعات من أيضا دور العبادة أصحاب المنابر المحابر، فكل هذا ساهم أيضا في توعية المجتمع الأردني بضرورة مكافحة هذا الفكر وأيضا يعني التطرق لهذا الموضوع بكل جدية سواء كان على مستوى الأفراد أو المؤسسات.